عالبلد الحرة المشهورة، وديني يا قصر المنصورة، عالبلد الحرة المشهورة. لو عندي كلام ومعايا سلام، لو عندي كلام ومعايا سلام، من كل مكان للمنصورة، وديني يا قصر المنصورة. المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، تلك المحافظة التي حل فيروس كورونا ببعض قراها ضيفا ثقيلا فكدر على الناس حياتهم. لكن في المنصورة ما يبعث على التفاؤل ويبث الأمل في نفوس الجميع. إنها جامعة المنصورة ذات التاريخ العريق في البحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي. في هذه الفقرة من برنامجنا أهل مصر يسعدنا أن نلتقي رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط. دكتور أشرف، أهلا بك. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. دكتور أشرف، في أوقات الأزمات يولي الجميع أبصارهم شطر العلماء ومراكز البحث العلمي والجامعات. أزمة كالتي تمر بها مصر ويمر بها العالم، أزمة كورونا، كيف كرئيس لجامعة المنصورة وهي صاحبة كثير من المبادرات، كيف تتعاملون معها سواء فيما يتعلق بالمنتج التعليمي الذي تقومون به والتربوي، وكذلك منتج البحث العلمي؟ احنا كوزارة التعليم عالي، يعني احنا لنا يعني تو ارمز، يعني عندنا يعني جناحين، هما التعليم والبحث العلمي في ناحية، والاخرى اللي هو الجزء العلاجي، باعتبار ان احنا عندنا كم من المستشفيات الجامعية كثيرة على مستوى الجمهورية. احنا دربنا الولاد، نزلنا لهم يعني فيديوهات تعريفية، وكذلك للسادة أعضاء التدريس، لأن الملكات مختلفة طبعا، إزاي يبدأ يدخل وإزاي يبدأ يسجل وإزاي يعمل المحاضرة ويرفعها على الـ على الـ على المنصة الإلكترونية للجامعة. عشان أقول لحضرتك الرقم، يعني ما تم رفعه من محاضرات من فترة من 15/3 لغاية دلوقتي 22517 يعني ساعة، لا محاضرة، محتوى محاضرة. أوكي. اللي قام بيها 1456 عضو هيئه التدريس. عدد مرات دخولهم على السيستم، يعني عملوا سيشنز على المنصه الالكترونيه دي 36929 يعني دخول ووضع محاضره وتعديلها وما الى ذلك. الناحيه الثانيه بقى اللي هي الطلاب اللي دخلوا على السيستم وشافوا هذه المحاضرات 64795 طالب. معدل او عدد المرات اللي دخلوها او اللي شافوها، مش اللي دخلوها، هم دخلوا 4 مليون مره، 4 مليون وكسر، لكن عشان يخش ويشوف ويعمل كده عندنا 908041 مشاهده للمحاضرات. فدي نسب كبيره جدا. الجزء الثاني بقى هو جزء الصحي، وده جزء طبعا لا يقل اهميه عن الجزء التعليمي. احنا كان عندنا اولا ازاي نحط خطه عمل علشان العمل نفسه يسير، يعني انت بتستقبل حوادث وبتستقبل طوارئ وبتعمل عمليات وما الى ذلك، ازاي تعد نفسك لما يجي لك مريض عنده هذه المشكله، تعد نفسك من المكان اللي ممكن يكون العزل، تعد نفسك من الايه، من المستلزمات وادويه، تعد نفسك من يعني اعداد الفريق الطبي ان هو يعني يساهم في هذه المشكله. ده في المستشفى الجامعي تقصد؟ احنا في المستشفيات الجامعيه. الجزء الثاني ده احنا علينا، ده الجزء الثاني بقى ان انت ازاي برضو تشارك مع وزاره الصحه في مستشفيات العزل بفريق طبي، وازاي تساعد. ده بقى تم في مرحله اخيره لما الدوله حصل توجه وقالوا ان المدن الجامعيه يتم استخدامها لعزل المرضى التي لهم يعني حالتهم مستقره، فازاي تعد هذه المدن علشان تستقبل المرضى في هذه الجائحه. لدينا ثلاث محاور. الجزء الأول استعداد مستشفيات الجامعة للتعاون مع هذه الأزمة. الجزء الثاني المدن الجامعية لاستقبال المطلوب عزلهم بحالات بسيطة. الجزء الثالث مبادرات الجامعة فيما يتعلق بجهاز التنفس الصناعي وما إلى آخره. الجزء الأولاني مرتبط بالثالث ارتباط شديد. فإحنا زي ما قلت لحضرتك عندنا ستاف ومستلزمات ومكان. المكان احنا بنتكلم على مكان عزل، وخصصنا مكان تاني بدأنا يعني نعمله أبجريد بحيث ان هو يبقى فعلا
يعني مستشفى جاهزة لاستقبال الحالات لو تحولت المستشفيات الجامعية لأماكن لعلاج المرضى البسطى. وعملنا خطتنا على هذا الأساس داخل مستشفى الجامعة وهذا هذا المكان. تمام، المكان ده معد، وداخل مستشفى الجامعة لو حصلت الجائحة دي ازاي نقلب مستشفى الجامعة الرئيسي كلها لمستشفى الاستقبال. فوصلت مثلا ان احنا ممكن لو لا قدر الله الدنيا زادت ممكن نستقبل لغاية فوق ال 220 مريض، منهم مكان للعنايات المركزة فيها فوق 70 جهاز تنفس صناعي، فده طبعا عدد كويس جدا. جينا بقى لقصة المستلزمات. المستلزمات دي يعني اهم حاجة واحنا لازم يعني نركز عليها بشدة، ازاي نحمي الفريق العمل بحيث ان هو طبعا هو ده خط الدفاع الاول، فهذا الفريق لازم يحمى وهو بيواجه وبيعالج المرض. فبالنسبة للحاجات اللي هي الكمامات والجاونز والحاجات دي الحمد لله قدرنا بمبادرة من 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 مدير عام الإدارة الطبية بدأ يفكر وبدأنا نشتري من المواد اللي هي بيصنع منها هذه، وبدأنا نصنع فين أول حتة مكانها هي مشغل المدينة الجامعية. حضرتك تستغرب مدينة جامعية، لكن بدأنا نفكر وبدأنا نفكر داخل مشغل في المدينة الجامعية نفصل الكمامات والجاونز وما إلى ذلك. ثم بدأنا ننقل هذا الكلام إلى المستشفيات، فبدأت المستشفيات نفسها تصنع الجاونز اللي هي اللي بتلبس والكمامات اللي بتتعمل، وبدأنا فعلا نصنعها بإنتاج يفي إيه؟ يفي إنتاجاتنا. تمام؟ جات المشكلة الثانية وهي مشكلة طبعا إعداد العنايات زي ما قلت لحضرتك وما إلى ذلك. هنا أولا فكرنا الجزء من اشتريناه من موازنة الدولة، وبعدين أطلقنا مبادرة للدعم، فالمجتمع المدني تفاعل بشكل يعني مش عايز أقول لحضرتك يعني كم التبرعات اللي جات لنا علشان تشارك ان احنا نشتري اجهزه، سواء كانت اجهزه تنفس صناعي او سراير عنايه او مونيتورز او حاجات الانفيوجن بامبز وما الى ذلك. كان يعني تفاعل غير طبيعي من المجتمع المدني خارج ومن المجتمع المدني داخل الايه داخل الجامعه. ثم جت القصه الثانيه، طيب ماذا لو ايه لو احنا اضطرينا ان احنا يعني عدد المرضى لا قدر الله زاد. فبدات افكار تيجي من داخل ناس متخصصين ازاي احنا نستغل الاجهزه التنفس الصناعي اللي موجوده بحيث ان احنا يعني نساعدها على انها ممكن تخدم اكتر من مريض. ده بدات بابتكارات او بمجموعه من الافكار من الساده اعضاء التدريس المتخصصين في ذلك، فعلا عملوا بروتوتايب ازاي تستخدم، وبدا في طبعا في محاذير معينه، فبداوا يفكروا ازاي نتغلب على هذه المعاذير. طيب فيما يتعلق بالمدينة الجامعية، هي من ضمن المرحلة الأولى في المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال حالات بالزبط. العزل، هل بدأتم في استقبال هذه الحالات وما هي الخدمات التي تقدم لهم؟ احنا استقبلنا يوم الأربع اللي فات 8، هي أول جامعة تم استقبال أو استخدام المدينة الجامعية فيها بعد ما تم رفع الكفاءة. أول جامعة أول احنا استقبلنا يوم الأربع اللي فات 58 يعني حالة. شخص، لان هم الحمد لله اتعمل لهم يعني سكرين وطلع 57 بس، 57 نيجاتيف وواحد بس اللي طلع يعني بوزيتيف وراح لكده. لكن يعني يوم الخميس احنا خلاص كنا وضبنا وعملنا يعني طبعا المدينه دي كانت سكن، فبدا اعاده التاهيل بقدر الامكان. شاركت فيها وزاره الصحه بالمستلزمات وزاره التضامن عشان تبدا توفر التغذيه، واحنا كنا بنوفر المكان بنعد المكان مره اخرى، والاشراف الطبي جهزنا المكان وأعدناه يعني في فتره قليله ان هو يبقى يصلح لاستقبال مرضى مش طلبه. وزاره الصحه كانت وفرت المستلزمات في الوقت ده، وزاره التضامن بدات توفر التغذيه، لكن عشان برضو سهوله العمل خلوا هذه المنظومه كلها تدار بوزاره الصحه. البروتوكول اللي كان موجود دلوقتي او اللي هيتم المشي فيه، وبرضو اعلاناته معالي وزير الصحه كده، ان ايه ان الحالات اللي هتخش في المدينه الجامعيه دول ناس يعني تحت ال 50 سنه، ما عندهمش امراض غير ساريه، ما عندهمش سكر ضغط. تمام، قعدوا في مستشفيات عزل لمده 5 ايام، وبالتالي تبقى حالتهم ايه يعني مستقره نسبيا. عشان تفضي المكان ده مش محتاج مستشفى، ده محتاج مكان يعزل فيه لغايه ما يقلب من بوزيتيف لنيجاتيف، فيتم تفريغ المستشفيات وتروح على المدن الناس دول يقعدوا فيها كفندقه لغايه ما حالتهم ايه تستقر. لا قدر الله حد فيهم
حصل له حاجة هيبدأ يرجع تاني لإيه؟ لمستشفيات العزل. يعني على هذا ننهي حوارنا مع رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، ثم بعد ذلك نتوجه إلى جولة داخل أروقة الجامعة لنتعرف بالتفاصيل على حجم المبادرات وحجم العطاء الذي يقدمه أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ليس فقط في مواجهة هذه الجائحة وحسب، ولكن أيضا في رفع كفاءة المجتمع ككل، وأيضا في تقديم خدمات مميزة للمجتمع المحلي.